في العصر الحديث سارعت المرأة بخطوات واثقة حينا ومترددة أحيانا للحصول على حقها وحريتها والتي لم تعد محصورة بالتعليم والعمل فقط، بل قدرتها على امتلاك الحرية والكرامة والمساواة من منطق الإنسانية الكاملة. وبما أن الموضوع كبير لا يمكن الإحاطة به بمحاضرة واحدة، سأتحدث بإضاءة على الوضع القانوني لها، ولكن قبل الخوض في ذلك سأبدأ بالمواد التي وردت في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 الذي هو مصدر التشريع والضابط لحركة السلطات الثلاث وما جاء فيه حول مساواة المرأة بالرجل. من أهمها المادة 33 التي نصت على ما يلي: الحرية حق مقدس، تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحفظ على كرامتهم والأمنهم. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. تكفل الدولة للمواطنين حرياتهم وتكافؤ الفرص. المادة 29 حول إلزامية التعليم، والمادة 38 في فقرتها الثالثة: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الجمهورية العربية السورية ومغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذ قوانين الصحة والسلام العام. ضمن التركة، أي مرأة حصتها في ترك الزوجة في حال لم نترك وصية ضمن التركة، لكن إذا كانوا 4 زوجات حسب الشرع الإسلامي جميعهم يشتركوا بهذا الثمن، مع العلم أن المرأة هي بانية البيت وهي مؤسسته، وخاصة لما عندما أصبحت مرأة عاملة ويدها بيد الرجل تخرج من بيتها إلا بثيابها وبأمر من القضاء. يعني إذا القانون بالجمهورية العربية السورية عن طريق مين اللي نظم القانون؟ القانون المدني هو القانون الأساسي الفرنسي، بس قانون الأحوال الشخصية ما يتعلق بالأسرة والتركة قانون يمتد إلى الشريعة الإسلامية. عطوا الدروز بالثمن الدم اللي دفعوه الاستقلال مادي 307 يعني بخصوصيتها إنه ممنوع الجمع على المرأة، لا يجوز جواز الزواج إلا واحدة، وترك حرية الإساءة للموسي إنه الموسي أو الموسي يستطيع الإساءة.